عادت مصر بعد ثورة 30 من يونيو عام 2013 إلى لعب دورها المحوري ووضعت بصمات واضحة في عدد من القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأزمات في سوريا والعراق ولبنان. وأصبحت مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لتبذل جهودا في دعم دول القارة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب الدفاع عن القضايا الأفريقية في المحافل الدولية. عندما تكون مصر بخير فلا يمكن لمن يجاورها من الدول إلا أن تكون بخير أيضاً. فبعد قرابة عام عاشته مصر لم تكن حينئذ بخير تحت حكم قوى الظلام، جاءت ثورة 30 يونيو لتغير مساراً كاد أن يهوى بها داخلياً وخارجياً. ظلت مصر طوال هذا العام بعيدة عن نسيجها العربي والأفريقي وحتى الإقليمي، حتى 30 يونيو من عام 2013، عندها تبدلت علاقات مصر الخارجية التي كانت قد ساءت مع بعض البلدان لتعود أكثر رسوخاً واستقراراً. فعربياً عادت مصر إلى محيطها العربي من جديد بعد أن وضعت بصمات واضحة في عدد من القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأزمات في سوريا والعراق ولبنان، ليأتي الدور المصري في محيطها إدراكاً من القيادة السياسية بضرورة مواجهة تحديات الإقليمية، بل وبانتهاجها دبلوماسية متعددة الأهداف. وأفريقياً استطاعت مصر أن تستعيد دورها في محيطها القاري شيئاً فشيئاً، فبعد أن كانت عضويتها معلقة أصبحت رئيساً للاتحاد الأفريقي لتبذل جهوداً في دعم دول القارة السمراء في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب الدفاع عن القضايا الأفريقية في المحافل الدولية. أما على الصعيد الدولي فوصلت مصر إلى التعامل بندية في إطار العلاقات الدولية والإقليمية، فاستضافت العديد من القادة الغربيين والأوروبيين إلى جانب عقد المؤتمرات والقمم الدولية، كان أبرزها COP27 في مدينة شرم الشيخ. محورية الدور المصري عربياً وإقليمياً أوجد لها طريقاً لاستعادة ثقلها باعتبارها حجر الزاوية في حل القضايا التي ترتبط بالمنطقة، فصار الإدراك بوجود مصر مستقرة ضرورة عربية ودولية.